كنضرب بالاخر بزاف دخان. شوف ديك المنشار واش يخدم؟ تا هو فين؟ جرب تراي ما يبقيش شي صافي حيد ضرب راه فينا مطرقة 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 ضرب الدخان دابا عطي الدخان مسكين شحال عاشت هادي مع الضربة مع الدخان مع الضربة مع الدخان لجوع كان ديمارا يا ما سيبسي كدخلوا فيما صاحبي ها هكا تكي عليها ما خالتي والله الا كيدخل كيطير
مسكي عليك يدخل صاحبي كيجي شايل. قول لك ام خالتي هادئة ولا ماشي هادئة؟ هادئة. انا قلت لك اصاحبي ما عارف راسي شكون انت. اوكي كان شي بدون داك البنات الواعرين. لا لا ساق معايا. بصح راه عندي نسيت فنون التصوير خلاص. هذيك اللي كنت نحب هذيك راه قدر تكون مليكة تما ناسي. حطوا ما حطوش ما احنا رجلنا. اتكا عليها في السر. اه ناظر. خد لها واحد في الوسط. انت شحال نسيم درتي بحال اللي عندك مشدودة؟ بصح ما يقدناش شنو فيها هذيك القح. لا يسبق يا عمو يتخلي هذا
صايب الكادر اهو. هاك كونتر جو كنسى هاد المرة. صور رجلو هنايا كاين. يلا حتى ابو خديعه واحد دير لها لا يتعلق فيها طيحه واحد كافي لان ما بقلنا شي بقلنا راه هذيك خصها دير لها لا هو راه كاين ناس تيكان صافي هانت شي اللي بغيت نقول لك هكا بالضبط اش اللي كنت نقول لك واحد راه كافيه هذوك السقم كاملين لا هذوك دير المكادر بحديثهم ولا راه مع الاخر ولا الاخر ودير المكادر هو اللي طاح بحديثهم هذا ها هو الكادر هذا ديرو فيه هذا ما فيهش السلك هو فيه البيض بيض صغير يا رأى الصغيرة في العمر النح ديالها هادي ما عرف راسها ما عرف راسي اش كندير عارف صاحبي النح ديالها شنو فيه هادو من النحل اللي كان كيقطع مجدي بلا الكسوه انتهى لاستيك ياك درت لك السليك راس السليك هذاك زير حتى هذا يخدم حتى مخير كلشي يخدم راه عندك البانس خصنا الماتريال كامل نخدمه الحل ديالها مكيقلبش اللي كيعار النح ديالها هادئ جدا عملية سهلة وبسيطة بكل سهولة نبغى نديرو حطة لها للملكة لا مع الجبرة لعل وعسى نجدها نجبر شام خاطر نحل حارة لا اسمح لي سام بعدا نقلو عليه أربع إطارات من الحضنة المفتوحة هو الحضنة المغلقة يعني متوسطة خلية متوسطة خلية بحديثة راه مخيرة لا بأس به بدون تغذية ما كتغدى ما والو ما كنغدوها ما والو يلا جيب داك الكادر زد داك الكادر ولا حطو لها هذاك هذاك ولا فتح راه هذيك اللعيبة تما عامرة فيها راه حنا جبنا داك الشيء باش نمشيو نتغداو حنايا عليه هذا عسل طبيعي ياك 100% 100%
خلي ما كتعلم والو. والو مرقصتو هاد عامين. وكتجيب العسل سبحان الله العظيم. إخوان هذا كل ما لدينا، أتمنى أن يكون هذا الفيديو أدال إعجابكم. العملية كانت سهلة وبسيطة. شكرا مشاهدينا الكرام على إكمالكم هذا الفيديو من البداية إلى النهاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو خالتي سعيد بنجاح العملية الجراحية. السلام عليكم ورحمة الله.